اطفال. الولد مصمم اكلمه وما بيكلمنيش، مركز جدا في اللي بيعمله ومش راضي يكلمني. كل حتة تعال. لا انا رايحين فين هم؟ بص المدرعة اهي اهي، هتضرب عليهم، نروح فين؟ تعالوا ننزل من الناحية التانية. العربية اللي معانا سابتنا ومشيت. مش بيجروا من المدرعة، يعني بيجروا من هناك، قلت بيجروا من السلاح، طلعوا ان هما بيجروا على المدرعة. الجيش نزل لنا. القنبلة المثيرة للدموع اللي اترمت علينا دي غاز؟ ايه بطاطي؟ غاز. القنبلة قنبلة من الجيش الإسرائيلي. ايه؟ هتموتوا. انت عندك كم سنة؟ تعال عندك كم سنة؟ كم سنة انت؟ كم عمرك؟ 15. مش خايف تموت؟ لا مش خايف يموت. اروح فين؟ ايه؟ كسرتوهم بصراحة، والله كسروه. ها؟ لا احنا جايين نحييكوا، بس انتوا ما عندكوش سلاح وما عندكوش حاجة سلاحنا ايدينا احجارنا. انتوا كسرتوهم. خليهم هيك بس رموا علينا دي. هيو سلاحنا هيو. احنا دايما نسمع عن اطفال الحجارة وبتاع، ما حدش جه وقف معاكوا شافكوا. لا دولة ولا مواطن ولا أي حدا. احنا أهل مخيم، عنا كيف بدي اقول لكم، يعني احنا في مخيمنا بحالنا. تاخدونا المخيم عندكم؟ نعم تاخدونا المخيم عندكم. تفضلوا. طب يلا عشان احنا عايزين خلص. تخلصوا ايه؟ تعملوا ايه؟ تخلصوا ايه؟ ما هيعملوا لهم ايه بقى في الاخر؟ يعني تخلصوا يعني ايه؟ يوم الجيش بيجوا بيطخوا اثنين منا. يوم يطخوا برصاص حي؟ رصاص حي، في هذا اسمه رصاص التوتو، محرم دوليا. استعملوه عنا، وعنا بجوز 60 اصابه منه. رصاص التوتو 120 اسير. مش عايزينهم بس يرموا علينا حاجه، ما نقفش كده. يا والله بيرموا من تخطخهم من طبشهم. مين اللي بيطخوا؟ هم بيطخوا علينا. ايوه هم بيطخونا. ليه يطخونا ليه يا عم؟ احنا عايزين نعيش على ارضنا. قلت لكم. لا انا مش خايف. هو انا وفي واحده خايفه واقفه هنا كده؟ لا هو انا كده خايفه. ده الجيش اهو. برافو عليك والله العظيم انت جدع.
عندنا كمان 400 اسير. فين؟ هذول الصغار عندنا هيك اطفال صغار 400 اسير عندنا. بقول لك جابوا المدرعه كده يبقى هيعملوا ايه؟ هذول بيجوا بتخر رصاص حي. بتخر رصاص صح؟ مش كده مش عايزاهم بس نتكلم كده يصوبوا حاجه ناحيتكم. ما تموتوش انا عايزاكم تعيشوا تقاوموا، ليه تموتوا؟ كل الدنيا لازم تعيش تقاوم. ايوه بقول لك هم هيصوبوا. بص يا راضي هيصوبوا رصاص علينا دلوقتي. طب يلا نروح المخيم. ده احنا مسميين عندنا المخيم مخيم معسكر الجلزون. طلع ايه؟ احنا مسميين المخيم. طلع مصغر طلع مصغر. هذا اخوه اسير، هذا اخوه اسير، الي اربعه اسير، هذا ثلاث، هذا فيش، هذا اولاد عمه. جميع المخيم ده فيش شهيد بتلاقي اسير، فيش شريح بتلاقي كل شيء. 23 سنه في السجن. وانتم مش في غزه؟ احنا هنا مش في غزه وفي مقاومه برضه. يوم 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 ويروح منكم ناس صح؟ كثير روح كثير. شهيدين منهم السنة اللي فاتت. احنا مدينهم ظهرنا كده هيضربونا بالنار. بيدخونا واحنا واقفين كده؟ لا انتوا لا. طلع كده عمره 13 سنة. استشهد هان. استشهد هان. وهي اللي ورا برضه نفس الإشي. روح تجيب هذا مشمش. ده شهيد أخوك؟ هاد وهاد. لا صاحبي. صاحبك. وأنت لابس صورته. طيب نزل خلاص على المفرق سلطة طبعا شرح المخيم. هي جاية هي بقى على الأرض ازاي؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ هو ده هو كده جاي لنا شباب جاي لنا إحنا؟ خلينا نطلع بقى في الواعي ده عشان ما يعرفش هو ايه؟ هما بيعملوا كده ليه؟ ها؟ بيعملوا كده ليه؟ بيلفوا كده ليه؟ عشان يطخوا حد صح؟ عندك كام سنة انت؟ 13. 13؟ واقف بالحجر؟ واقف بالحجر؟ عن 13 سنة واقف بالحجر اهو. طب احنا هنروح المخيم بتاعكوا ده. ما عندكوش علم فلسطين هنا نغزهم بيه طيب؟ عندنا علم بس في الدور. ليه؟ ما احنا عايزين نرفعها كده قدامهم. في إصابة يا ها؟ في إصابة. في إصابة؟ إصابة ثانية واحدة، إصابة من الجيش يعني؟ الجيش اللي اتصاب؟ لا 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 إيه؟ لا 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 إيه إيه؟ بيجي ايه؟ بلاش يطخ بلاش يطلق نار مباشرة عليك. اروح فين؟ اروح فين؟ الاسعاف؟ عشان في حد من الجيش اتصاب؟ عندك هيضرب نار حي، هيضرب نار حي. صور هنا 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 بيضرب نار هنا؟
فينا احنا. كل يوم بتعملوا كده؟ كل يوم؟ ما خلوش حد ينام، ما خلوش حد يشتغل ولا بيخلوا. والاسعاف دي جت شالت حد فيهم ولا ايه؟ نعم الاسعاف دي شالت حد من الجيش ولا ايه؟ صغير تصور ده ولد صغير منكم انتوا؟ اه عمره 10 سنين.